إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. ركلها بعنجهية لم يرى تراسيم الألم محفورة في جبينها، مسنة ليست كباقي المسنات، فالإعاقة العقلية التي تعاني منها لم تردع قلبه القاسي من ركلها، فهو جلاد له سجلات حافلة بالمخدرات والسرقة. شاكر جاكر 39 عاماً اعتدى على مسنة سورية بالركل على وجهها في ولاية غازي عنتاب التركية، لزعمه وآخرون سرقتها لأحد الأطفال. في ركلة أصابت برأس كل إنسان شاهدها، تجاوز فيها هذا الأرعن جميع الأعراف والتقاليد، وأشعل من خلالها الحمية العربية غضباً، فانتفض العالم لأجلها، وأطلقوا حملة كلنا الأم ليلى، منادين بإنصافها، متضامنين مع كرامتها. فسارعت السلطات التركية لاعتقال هذا المعتدي لينال جزاءه، لعلهم يطفئوا بعض نيران الغضب التي أشعلت بقلبي كل من شاهدها.